كيبقى الدوسي عند القنصلية الفرنسية أكثر من 25 يوم باش يجاوبك واش هو الرفض واش القبول؟ وما يمكنش، وهادشي ما كانش قبل هاد السنتين، هادشي ما كانش. كان رونديفو ما كيتعداش 48 ساعة، الرد الفيزا حتى ما كيتعداش 72 ساعة. إذا الحكومة المغربية خصها تنتبه أن الأسطول النقد الدولي المغربي في خطر، أن تتحمل المسؤولية ديالها. ماشي تنشوفوا واحد مجموعة الشركات بالإفلاس مهدد بالإفلاس. ولهذا أنا أوجه باسم جميع المهنيين، نحن كجامعة وطنية لنقد الوسائط تابعة للاتحاد العام لقوى المغرب، أن كنحمل مسؤولية الاتحاد العام لقوى المغرب أنه تدخل مع الحكومة، تدخل مع السفارات. لأن يعني عنده واحد الوقت، لو الباترون ديالنا في المغرب كان سجان عنده واحد التأثير، عنده خصها تحمل المسؤولية ديالها. لأننا نعاني وحنا كجامعة وكجمعية النقد الدولي تابعين لسجان، تابعين للاتحاد العام لقوى المغرب، خصهم يحسوا بالنقيض المغاربة. بس نختم، أنا أدق ناقوس الخطر وكنقول النقد الدولي المغربي إذا الحكومة ما قامتش بواحد الدور يعني ديال الدعم لهذ المقاولة هذا وتباشر مع المسار أخرى في تحل مجموعة الإكراهات اللي عند النقيض المغربي، فإن كنقول بأن ربما من واحد 3 سنين 5 سنين عند ساتقيت على النقد الدولي وعبق الأسطول الأجنبي هو المتحكم في تصدير البضائع المغربية نحو أوروبا. وشكرا. اليوم عقدنا واحد اجتماع، المكتب الوطني عقد واحد اجتماع باش يدرس المشاكل ديال القطاع، والنقطة التي تكلمنا فيها كثيرا هي نقطة ديال التأشيرات، لأن هي مشكلة حقيقية وجبرنا هذه النقطة. راه عندنا سورتو في مدينة أكادير مع القنصلية مع القنصلة ديال مدينة أكادير في شخصي، لأن بطبيعة الحال عندنا قنصليه ديال طنجة، عندنا ديال الناظور اللي هما كانوا كيتعاملوا معنا مزيان بزاف وكيتفاهموا المشاكل ديال القطاع وكيحاولوا ايجاد حلول باش تكون واحد السلاسه في التبادل الحر اللي عندنا مع المملكه الاسبانيه، لان راه الحمد لله العلاقه راه عندنا على اعلى مستوى اللهم لك الحمد. وكنشوفوا الحكومات لا المغربيه ولا الاسبانيه في البلاغات اللي كتصدر بلي ان العلاقه التجاريه راه ممتازه، ولكن كتجي هاد السيده هذه وكتضرب هاد العلاقات كلها في الصفر بالتعامل ديالها وبالعقليه الاستعماريه اللي باقا كتعامل معنا بها، واللي هي تخل بعض المرات كاع كتعامل معنا بواحد الطريقه اللي غادي نقولوا بعيده عن الدبلوماسيه وبعيده عن الاحترام. وشكرا. السيده القنصله ديال اكادير عملنا حنا حاولنا زعما نعملوا معها اجتماعات باش نشرحوا لها الاكراهات ديالنا وهذا، ولكن ما بغات تسمع حتى شي حاجه، بالعكس كانت بعيده على المستوى المطلوب اللي هو الدبلوماسي، وهي كانت بدون دبلوماسيه تعاملت معنا، بالعكس تعاملت معنا بواحد الطريقه اللي هي شي شويه لهذا. ولكن السيده راه ما ليست هناك من اجل تسهيل المعامله التجاريه ديال المغرب، وما عرفاش المصالح ديال المغرب واسبانيا التي هي مشتركه، لان عندنا تصدير وعندنا استيراد. هاد تصدير والاستيراد ولا وقفتي انت الترونسبور ديالو ولا نقصتي من هذا، راه غترفع التكلفه ديال الصادرات والواردات. وهنا كنقولوا كاين حال نقطه اخرى، راه عندنا اكثر من 600 عضو ديال جمعيه في اكادير، عضو يعني شركه، واكثر من 600 عضو راه عدد كبير منهم مشى للافلاس. يعني واش ديتي واحد الشاحنه لواحد السيد عنده 5 شاحنات ولا 4 وقلتي له ثلاثه غنرفض لك التاشيره، تبقى بحال اللي قلتي له 75% ديال رقم المعامله ديالك راه غادي نحيدو لك. وشكرا. اليوم عقدنا واحد الندوه صحفيه، وكان قبل منها مجموعه ديال الاجتماعات السباقيه لهذه الندوه في ظل الازمه اللي كيعيشها الناقل المغربي فيما يخص التاشيره على جهه اكادير والدار البيضاء. المشكل الثاني اللي كيعاني منه الناقل الدولي المغربي هو مشكل ديال الغرامات في الخزيرات. دونك كما كيعرف بان دابا العلاقات يعني في بين اسبانيا والمغرب يعني كتعرف واحد في الذروه ديال يعني علاقه طيبه، علاقه دبلوماسيه مفتوحه يعني، ما ولكن في ظل هذا الشيء كامل على ارض الواقع كنتفاجئوا بان كاين غرامات كيتفرضوا على السائقين المغاربه اللي كيهزوا اكثر من 200 لتر ديال الغازوال.
ريزيرفوار. كيف يعقل ان الشاحنه عندها دو ريزيرفوار وتهز 200 لتر ديال الغازوال، في حين انني الا درتو في اسبانيا ما غنقدرش نريكيبيري التيفيه ديالي؟ يعني كاين مجموعه ديال الاكراهات، يعني الا درتو في اسبانيا ما غنقدرش نريكيبيري التيفيه، اذا مشيت بالغازوال من المغرب غادي يديروا لي الغرامه. يعني كنتمنوا يعني من وزاره الخارجيه والجانب الاسباني في الخزيرات او الخارجي الاسبانيا باش يكون واحد التدخل فيما يخص التاشيرات وفيما يخص المشكل ديال الغرام. راسلنا السفاره ديال هولندا، ديال بلجيكا، ديال البرتغال، ديال ايطاليا، ديال المانيا، ودرنا مراسه لوزاره الخارجيه باش يحلوا لينا البيبان، لان علاش كاين المعنيين ديال قيمه النقل الدولي اللي كيخويو اللي كيديروا في هولندا من الحكومه يحصلوا على التاشيره الهولنديه، وكذلك المثل اللي كيخويو في البرتغال كذلك يحصلوا على التاشيره البرتغاليه. علاش؟ باش نتفاداو هذه المشاكل وما نركزوش، ما يكونش واحد التركيز بزاف على باب اسبانيا وفرنسا. المواعيد منعدمه، ما كايناش على منصه بي ال اس لمدينه اكادير، حيث جمعتنا مجموعه من عقدنا مجموعه من الاجتماعات مع السيده القنصله بمدينه اكادير، وعملنا مجموعه من المراسلات لوزاره النقل الوصيه على قطاع النقل وكذا وزاره الخارجيه المغربيه، ولكن الى حد الساعه ما كاينش واحد الرد اللي هو ايجابي، ما جعل المقاوله النقليه بمدينه اكادير تعاني في غياب السائقين المهنيين، ما جعل ما اثر على المقاوله النقليه سلبا، لان عندها الالتزامات لاداء الاقساط الشهريه للشاحنات، كذلك الاجور الشهريه للسائقين والالتزامات مع الابناك ومع اداره الضرائب، مجموعه من الاكراهات تعاني من اليوم المقاوله النقليه باكادير. لهذا نطالب الوزارة الوصية وزارة النقل وكذا وزارة الخارجية وكذلك الاتحاد العام للمقاولات المغرب التدخل عاجلا لإنقاذ المقاولة النقلية بمدينة أكادير. هذا كيدل على أننا كنوقعوا ناقص خطر، أن المقاولة النقلية المغربية في خطر، لأن علاج اليوم كترفضوا مجموعة ديال الملفات ديال التأشيرات، بمعنى تصريح مع مجموعة ديال السائقين اليوم الان وهذا التصريح ماشي ديالي، التصريح ديال وزير النقل ودير مسؤولي وزاره النقل، ان الان كاين طلبات ديال وزاره النقل الاوروبيه للمغرب كيطلبوا السائقين الدولي المغربي يمشيو معاهم، وهذا خطر.